على إدارة الشباب إلغاء عقد المدرب هذا. ليش؟ كيف؟ كيف مدرب لاعب يتحكم فيه يرفض التغيير؟ هتان بهبري، هتان بهبري سيء. ليه؟ الشباب ما قدم شيء اليوم، وأنا هلالي بس طبعاً متعاطف مع نادي الوطن، وللأسف بانيقا في المباريات الكبيرة هي ينطرد يا ما يبين، للأسف يعني ما جيد على الفرق الصغيرة يعني مع احترامي، لكن في المباريات الكبيرة ما نشوف بانيقا للأسف. هارد لك لنا كجمهور حنا، وهارد لك خالد البلطان اللي يعني تعب على الفريق هذا، لكن نقدر نقول ان الموج كان ضده. الاداره كانت المفروض انها تدعم الفريق بمهاجم، اليوم شاب كان واضح كان يحتاج مهاجم. لو في مهاجم اليوم كانت تجي بتكون افضل من كذا. والله عرضك وتغبن بالمعنى الحرفي تغبن. ليش؟ ايش مشكله الشباب؟ مشكله الشباب يجيب اجانب يجي اوكي ما يجي مال كثير بس انه يتصرف بالمال كثير، بس مش عندك مشكله اللاعبين المحليين. اذا اللاعب المحلي ما عرف انه يلعب نادي الشباب وحس اني انا احتاج بطولات، هذا النادي الكيان يحتاج بطولات، الجمهور يحتاج، والله ما تفوز.